معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري، مرحبا بك دكتور. نبدأ من تصريح النائب مثنى نادر الذي قال إن اختيار رؤساء اللجان النيابية سيكون خاضعا للتوافق السياسي، إذن لماذا لم يتوافق عبد المهدي على وزاراته الشاغرة حتى الآن؟ نعم، تحية لك تحية للأخوات والإخوان. بالتأكيد من يعني تقاليد وثقافة الحياة البرلمانية أن يتم توزيع اللجان ورئاسات اللجان أو عضوية اللجان على كافة القوى المختلفة في البرلمان، وهذا شيء متفق عليه، لا يعتمد على طبيعة الأحزاب أو على ميولها. بعكس الوزارات، نحن في العراق استقالة كثيرة جدا، وهي أن هناك وزراء أي كتلة وأي كتلة، كتلتين كبيرتين اتفقتا على افتتاح قانون وعلى معين إدارة تلجأ إلى مرشح خارج الكتلتين، والكتلتين نفسهم هم يعني بدأ فتح وزائرون أعلن أنهم هم سيكونون المحافظين أو كانوا هم المناكين في مسألة عدم تدخل الأحزاب، مسألة عدم المحاصصة إلى آخره، والآن نرى بالتأكيد عندما نصل إلى واقع عملي هذه الأحزاب هي التي جاءت برئيس الوزراء، ولذلك هي تفرض المرشحين الذين لا يكون هو تؤيد المرشحين الذين يأتون من طوائف أخرى. هذا هو الحال في الوزارات، فيها مصالح، فيها طوائف، فيها إضافات إلى آخره، بعكس اللجان البرلمانية اللي هو تحصيل حاصل في الحقيقه، انا اعتقد هذا هو السبب. والمشكله الرئيسيه هي طبعا بالتاكيد انا اقولها دائما، نحن في الشرق الاوسط يجب ان نتعلم ان الديمقراطيه لا تعني ابدا ان اكون انا الفائز والحاكم، هذا دائما عندما لا ولا احكم ايضا انا امارس دوري في العمليه السياسيه، ولكن في الشرق الاوسط من منطلق احتياري اشعر باهانه اذا لم تتم مشاركتي او اذا رفضت يعني انا كذلك، هذا هو السبب الرئيسي بالتصور. يعني هناك حديث لا ينقطع عن ضغوط سياسيه على عبد المهدي لتمرير بعض الوزراء، الى اي مدى يعني برايك سيرضخ عبد المهدي الى هذه الضغوط؟ يعني المنطق يقول لا حل بلديه الا ان يرضخ، يعني البديل هو ان يقعد يستقيل، لانه هو جربها يعني حتى قبل ان تصل المساله الى التصويت، تسربت او قدم قائمه على قلب اسماء وزراء قبل ان يتم بس موضوعهم في مجلس النواب، راينا انه ان بعضهم رفضوا، ولحد الان تاخره في اعلان ثمانيه الاخرين هو لهذا. اذا بالنهايه الرجل جيد، هذا بعد قليل اختيار، هو ربما يمكن له ان يدير العمليه السياسيه في هذه المرحله، ولكن الخلل ليس فيه، الخلل في انه ليس هناك قوة نيابيه هو نابع منها، لذلك يجب ان يرضي، يعني ليس هناك حل اخر سوى الاستقاله، واعتقد لا ليس من مصلحته ان يقدم استقالته قبل ان يبدا العمل. طيب هل لإيران يد في هذه الضغوط؟ وما مكاسب إيران في حكومة عبد المهدي؟ بعيدا عن عبد المهدي، يعني منذ أن قرر الأمريكيون خطأ أن يسحبوا قواتهم العسكرية من العراق بادعاء أن القوى الأمنية العراقية جاهزة لكي تقوم بدورها، وهو كان خطأ كبير طبعا. أنا أقول بصراحة لا أحد يريد أن يكون هناك جيش أجنبي وطني، ولكن الحسابات كانت خاطئة، وإيران منتجة اليوم دورها الكبير في العراق إذا لم يكن مبادرة كما يحدث أحيانا عندما سليماني ويأمر ويطرح ويجمع، ولكن حتى هناك آخرون إيران تحولت إلى المؤسسات، و لا أنا قراءتي الإيراني أذكياء جدا، الإيراني يأتون بخبرة 250 سنة في الحكم، بالتأكيد هم أيضا لا يعرفون أن حكومة مواجهة أو احتياج مواجهة 100% لإيران،
ستسبب لها مشاكل، لذلك هي ايضا سوف تتساهل في هذا الموضوع، وترى بعض الشخصيات التي ليست مواليه لايران، هذا لا يضعف دوله ايران بل بتطور يعني ذكائها، لكن دوله ايران لا يعتمد على السياسات الاحزاب. مؤسسه الحزب الشعبي انا اتصور مشروع ايراني في النهايه سيتحول كما هو الحدث الدولي في ايران الى مؤسسه تبتلع الدوله. الان الحزب الشعبي له مشاركه في مشاريع في مسائل حتميه، مسائل صحيه، يعني شيئا فشيئا سيتحول الى الجسم كما هو الحدث الدولي في ايران، وهذا الدور في ايران. اخيرا يعني مع الحديث عن جلسه البرلمان يوم الاربعاء المقبل ستكون لحزم الوزارات الشاغره، هل تعتقد انه مع هذا السجال يمكن ان تحسم الوزارات الشاغره ولا سيما الداخليه والدفاع؟ بعد ان اعلن السيد فياض ان قال فياض انه سيغض النظر عن الاستقاله، كان اعتقد ضمن مشكله الحال. الست الاخرين انا اعتقد حسب ما يعني تقول الاشاعات المتفرغه انه ليس هناك اي اشكاليه وراءها. اعتقد تعهد الكتل الكبيره بان تفتح المجال للسيد عادل عبد المهدي بان يطرح كل منصب من هذين المنصبين اثنين او ثلاث مرشحين يتم التصويت عليهم داخل البرلمان. ولكن انا استبعدت اتصور شخصيا ربما تكون هذه خطوه من خطوتين، يعني الخطوه الاولى يتم التصويت على سته وزراء او على سبعه اذا سمحت لنا ايضا على موضوع الدفاع، ولكن على الاقل سته الاخرون توقعت من يتم التصويت عليهم. شكرا جزيلا لك من اربيل هاتفيا استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد السلام برواري.